كيف تعتذر بذكاء وحكمة؟ في عام 1995 وقع تفجير أوكلاهوما في أمريكا الذي قتل 168 شخصا من بينهم 16 طفلا. كان تفجيرا مأساويا، ظهرت حينها شكوك بوقوف المسلمين خلفه، فبدأت أعمال المضايقات والمزايدة في الاتهامات، وقد أججت وسائل الإعلام هذا الاحتمال بشكل كبير، وأصبح وضع الجالية المسلمة في أوكلاهوما بل وفي أمريكا كلها لا يطاق. استمر الحال لأكثر من عام حتى أثبتت التحقيقات أن المسؤول عن الحادث كان جندي أمريكي مسيحي من الجنود الذين شاركوا في غزو العراق. بعدها بأيام كان هناك لقاء متلفز مع حاكم ولاية أوكلاهوما، طرح عليه المذيع خلاله السؤال التالي: لماذا صارع الجميع لتحميل المسلمين مسؤولية هذا الحادث الإرهابي؟ كان يمكنه أن يجيب: بسبب تجاربنا السابقة معهم، أو بسبب وجود ثقافة متشددة بينهم، أو بسبب تهديدات سابقة منهم، أو لأنهم لم يستنكروا التفجيرات مثل غيرهم. ولكن الرجل قال بكل هدوء: أنا نفسي كنت أعتقد هذا، لكن التحقيقات أثبتت أنني كنت مخطئ مثل جميع الأمريكان، وبصفتي حاكما للولاية أقدم اعتذاري العلني للمسلمين وأعدهم بعدم تكرار الظلم الذي وقع عليهم. والآن حلل معي شخصية هذا الرجل من خلال إجابته. ستلاحظ أنه كان يمتلك شجاعة أدبية حين قال: أنا نفسي كنت أعتقد هذا، ثم اعترف بخطئه وخطأ مواطني حين قال: كنت مخطئا مثل معظم الأمريكان، ثم قدم اعتذارا علنيا وبدون محاولة للتبرير: وأقدم لهم في هذه المقابلة اعتذاري العلني. ثم ألزم نفسه عهدا يصعب تنفيذه، وأعدهم بعدم تكرار الظلم الذي وقع عليهم. أغلب الظن أنك ستشعر مثلي حينها بأنه شخص صادق ونزيه، سترتاح إليه لأنه رغم خوضه مع الخائضين لم يحاول الكذب أو التهرب أو التبرير أو الالتفاف حول الموضوع. لم يتطلب منه الأمر أكثر من 28 كلمة لإنهاء هذه المشكلة واسترضاء الجالية الإسلامية في أوكلاهوما وإغلاق باب الفتنة إلى الأبد. وهذه بالطبع من أفضل الاستراتيجيات الناجحة والفعالة والتي لم تكلفه الكثير. في المقابل تكاد ثقافة الاعتذار تغيب عن مجتمعاتنا العربية. نعتبر الاعتذار اعترافا بالخطأ ومن علامات الضعف والخنوع والتسليم للطرف الآخر. لاحظ بنفسك كيف تختفي أدبيات الاعتذار لدى الوزراء والمسؤولين واستبدالها بثقافة المكابرة والتبرير وقول كل شيء باستثناء تحمل المسؤولية والاعتراف بالخطأ. تصريح حاكم أوكلاهوما كان أول مناسبة نبهتني إلى ما أدعوه بالاعتذار المثالي. أما المناسبة الثانية فحدثت بعد 10 سنوات في مكتب مسؤول كبير من فئتي إذا قال فعل. فأثناء جلوسي معه دخل سكرتيره برفقة موظف تلفظ ضده بكلام بذيء. تغير وجهه حين رآه وسأله بغضب عن صحة ما نسب إليه. هز الموظف رأسه وقال: نعم صحيح، والله إني غلطان وما عندي عذر، وإن عاقبتني فمعك حق، وإن سمحتني فهذا من طيب أصلك. قال كل ذلك بنفس واحد وكأنه تدرب على قول هذا الاعتذار قبل دخوله. نجح في امتصاص غضب الطرف الأقوى بفضل اعتذار مثالي تضمن في بدايته إقرارا بالذنب: نعم صحيح، ثم اعترف بالخطأ: والله إني غلطان، ثم استعداد لتحمل العقوبة: إذا عاقبتني فمعك حق. وأنهى كلامه بشكل ذكي يصعب على أي شخص كريم أن يرفضه: ولكن إن سامحتني فهذا من طيب أصلك. من هذا اليوم تأكدت بأن الاعتذار المثالي فن لا يجيده معظم الناس، فالبعض يكابر فيضاعف الخطأ، والبعض يحاول التبرير فيقع في خطأ أكبر، والبعض الآخر يلوم الطرف المقابل فيزيده غضبا فوق غضب. الاعتذار بدون شك صعب على النفس كونه يتضمن إقرارا وتنازلا واعترافا بحق الطرف الآخر، ولكنه في المقابل يحول أعدائك إلى محبين ويمنحك فرصة جديدة مع الآخرين، يعيد المياه إلى مجاريها ويثبت لجميع الناس كم أنت شخص شجاع ونبيل وواثق من نفسه. حين ترى الرجل يعتذر لسائقه والمرأة لخادمتها والمعلم لطلابه لا تملك غير احترامهم والشعور بأنهم يتمتعون بشجاعة كبيرة وثقة عظيمة ومستوى أخلاقي رفيع يفتقده معظم الناس.
المشكلة التي لا ينتبه لها معظمنا أننا حين نعتذر نرتكب أخطاء تقلل من قيمة الاعتذار ذاته. فمن الخطأ مثلا أن تعتذر مبررا أفعالك أو راميا وزرها على الطرف الآخر، لا تقل شيئا مثل آسف ولكنك أجبرتني على فعل ذلك، أو لماذا لم تفهم قصدي حينها، أو سبق وأخبرتك بأن هذا طبيعي. لا تمزج أبدا اعتذارك بالنصائح المستهلكة مثل لماذا لم تخبرني لمساعدتك، أو لماذا لم تتصرف بشكل أفضل، أو لو كنت مكانك لفعلت كذا وكذا، أو ما عليك ستنسى بمرور الأيام. لا تقل أبدا أشياء كهذه كون الاعتذار يتعلق دائما باسترجاع علاقتك بالطرف الآخر، ولهذا السبب لا يجب أن يتضمن نصيحة أو شرط أو حتى شرحا لأسباب تصرفك. احرص بشدة على عدم تحويله إلى جلسة محاسبة أو فتح ملفات قديمة أو حتى تذكيره بأخطائه المماثلة تجاهك. وكي تعتذر بطريقة فعالة ومرضية، اقترح أن يأتي اعتذارك على مستويات تناسب حجم الخطأ. المستوى الأول تكتفي فيه بكلمة آسف أو أعتذر منك للأخطاء الصغيرة والعابرة، لا تحتاج لتبرير الخطأ، ولكن اعتذر بسرعة ووضوح ودون تردد. أما الثاني حين يتفاقم الوضع ويتطلب الأمر أن تضيف بالإضافة للاعتراف بالخطأ تحمل المسؤولية، وهنا يمكنك قول شيء مثل أنا من يتحمل مسؤولية هذه الغلطة الكبيرة. أما الأخطاء المؤذية والمتعمدة فيجب أن تتضمن بالإضافة لما سبق عرضا بالتعويض، مثل سأسعى بكل جهد لإصلاح ما حدث، أو سأعوضك بشيء أفضل. أما إن كان الشخص يعز عليك كزوجتك مثلا أو والديك، فقدم وعدا بالتحسن إكراما لخاطره، مثل لأجلك ستكون هذه المرة الأخيرة، أو أعدك بأنني سأكون مصدر فخر لك. أما إن كان خطأك أكبر من كل ما سبق ورفض منك الطرف الآخر كل ما سبق، فلا يبقى أمامك غير محاولة اصطياده بين الناس وتقديم اعتذار علني، ثم ارفع يدك للسماء لعله يوافق، لأنك حين تصل لهذه المرحلة تكون قد حطمت شيئا يصعب إصلاحه. بقي في النهاية أن أشير إلى ضرورة تعليم أولادنا ثقافة الاعتذار بكل شجاعة وأريحية وروح رياضية. لا أقول هذا أبدا من قبيل المثالية، بل لأنه كفيل بفك حالات الاحتقان والعناد التي تشتعل بيننا لأتفه الأسباب، لأن الاعتذار المثالي يمكنه إنقاذهم مستقبلا من قضايا جنائية ومواقف قانونية وأخطاء كبيرة. والآن وبعد أن تترك هذا الفيديو بعد أن انتهى تقريبا، لا تنسى أن تقوم بالاعتذار للأشخاص الذين قد أخطأت في حقهم.